أبدي، هل أنت متأكد من أننا بهذا العمل نقوم بمساعدة الأسماك؟ طبعاً، فأنا آتي إلى هنا كثيراً ولم أعد يوماً خالي اليدين يا مازن. هذا العمل يحتاج إلى صبر طويل. محق، فأنا صبور جداً. ماذا عنك يا أحمر؟ أخبرنا. ألم يكن باستطاعتنا القيام بهذه الرحلة العلمية في حديقة منزلنا؟ ماذا تقصد بركة المياه تلك؟ انظر، أمسك كتب واحدة، إياك أن تفلت منك. أمسك بها. أمسك بها. أنها ثقيلة، ثقيلة جدا. انتبه، لا تفلتها. ولكن ما هذا الشيء؟ أخضر، إنه الشيء الذي كنت تبحث عنه. أنتما هناك، على ماذا حصلتما؟ انظر يا جدي، كم هي كبيرة. أحسنت كثيرا يا أخضر، ولكن هذا غريب، لما لونها أحمر؟ بدل أن تنظر إليها، الأفضل أن تضمها إلى الأخريات. لما لا توجد أسماك في نهر غزير وكبير كهذا؟ إهمالنا نحن البشر يؤدي إلى القضاء على البيئة المناسبة لحياة الأسماك. هل تقصد أن رمي النفايات يتسبب بالقضاء على البيئة السليمة لعيش الأسماك؟ علينا الاهتمام أكثر بطبيعتنا والحفاظ عليها، وهذا يشمل المحافظة على النباتات والأنهار وكل ما يعيش في هذه الدنيا. إذن من أين تأتي مياه هذا النهر يا جدي؟ إنه سؤال جيد. كما قلت سابقا، فمياه النهر، عندما تتساقط الأمطار بغزارة، يجري مقدار من هذه المياه من الأماكن المرتفعة مشكلا الأنهار والشلالات والسواقي. إن الأنهار هي بمثابة القنوات التي تسلكها المياه من قمم الجبال إلى سفوحها، وتقوم التربة المحيطة بها بامتصاص مقدار من هذه المياه لترتوي منها النباتات عن طريق جذورها، كما تستفيد منها الحيوانات. إن الحيوانات هي من تشرب من هذه المياه. ولكن ألسنا كذلك؟ أخضر، انظر إلى هناك، إنها غزالة برفقة صغيرها. رائع، فأنا لطالما أحببت أن أراها. ماذا يحل بما تبقى من المياه؟ هذا سؤال جيد، وللإجابة عليه يجب علينا أولا إيجاد وسيلة للنقل. على مر السنوات استفاد المزارعون من جر مياه الأنهار إلى أراضيهم في سقي مزروعاتهم، أما ما تبقى من مياه الأنهار فإنها تصب في البحار. مرحبا. ما ألطف هذا المزارع. حسنا، فهمت، لا داعي لأن تظهر أحاسيسك. هل هناك طرق أخرى للاستفادة من مياه هذه الأنهار؟ لقد فكر المهندسون الزراعيون في السؤال نفسه الذي طرحته، وقد وجدوا الإجابة عليه. في الواقع أنا أعرف تلك الطرق. تعرف؟ صنعوا أوعية كبيرة وصبوا المياه فيها. ما هذه الأفكار التي تجلبها؟ يصادف في هذه المرة أن الحق مع أخضر يا أحمر. هل تعني أنهم قاموا بملء أوعية كبيرة بالماء؟ أرأيت أنني كنت محقا؟ ولكنهم يا أعزائي لم يستفيدوا من الوعاء بنفسه، بل استبدلوه بعملية بناء السدود. ماذا؟ هل قلت سدود؟ تأتي أيام تهطل الأمطار فيها بغزارة، وإذا لم يحط بكل هذه المياه فإن ذلك يؤدي إلى تدفق السيول، وقد تلحق سنة ماطرة سنوات من الجفاف التام. فكر الإنسان منذ قرون طويلة ببناء السدود، وذلك لتخزين المياه والحد من السيول. هكذا إذن يا جدي. ما أكبر هذا الوعاء حقا. إنه سد وليس وعاء. حسنا، فهم كما تقول. إنه أحد السدود، وهناك المزيد منه بعد. إن الموقع الجغرافي بين المناطق الحارة والمناطق الباردة يؤدي إلى ندرة المياه على الدوام. حسناً، حان الوقت لأريكم جميعاً أمراً آخر.
أبرد وأعذب هذا الماء. كم يعطينا مازن رغبة بالغطس فيه؟ كلا هذا ليس صحيحا يا أحمر. هل يعرف أحدكم من أين تأتي هذه المياه؟ بالطبع من هذا الأنبوب. كلنا يرى هذا أيها العبقري. حسنا، إذا كان يرى ذلك فلما يسأل إذن؟ قبل إعطاء أي جواب على المرء التفكير في السؤال قليلا. أظن أن جدي يقصدك بالكلام. العكس صحيح، فأنا أعنيك أنت يا أخضر. أفهمتني الآن يا متفذلك أم لا؟ ولكنك لم تخبرنا حتى الآن عن مصدر هذه المياه. تنبع هذه المياه من جوف الأرض. هل يوجد هناك مياه في أعماق الأرض؟ بالطبع يوجد هناك مياه يا عزيزي. أكنت تعلم أنه توجد مياه تحت الأرض؟ لا، وأنت لم تكن على علم بذلك أيضا. من يمكنه أن يخبرني كيف وصلت هذه المياه إلى جوف الأرض؟ وأخيرا وجدت الإجابة عن سؤال جدي. فكما أن هناك غيوم تمطر على الأرض، يوجد تحت الأرض غيوم تمطر هناك أيضا. هكذا إذن، لكن عليك أن تعلم أن هذا التفكير خاطئ. ماذا عنك يا أحمر؟ هل عرفت الجواب؟ بما أن أحمر لم يعرف الجواب أيضا، أخبرني يا مازن، ما هو رأيك بهذا الموضوع؟ لقد قلت لنا أن هناك مقدارا من الماء يجري على الأرض ومقدارا آخر تقوم التربة بامتصاصه، والمياه يمكن طريقة. أحسنت مازن، هذا هو الجواب الصحيح. كنت سأقول نفس الكلام منذ البداية. وأنا كذلك أيضا. عدا الأمطار التي تجري على سطح الأرض، تقوم الأرض بامتصاص مقدار من مياه الأمطار هذا إلى أعماقها، فتتكون تدريجا ما يسمى بالمياه الجوفية. حان موعد إجراء الاختبار. هيا أيتها الحقيبة العزيزة، حان دورك. المواد اللازمة: وعاء مليء بالتراب ومرشة ماء. اصنعوا تلة من التراب، وذلك لإيجاد قسمين في التراب، أو استخدموا الأعلام. والآن صبوا مقدارا من الماء على أحد القسمين مستخدمين المرشة ليصبح الأمر شبيها بالمطر، واحترسوا ألا يصل الماء إلى القسم الآخر حتى يبقى جافا. أنا محترس، أنت دائما تعطي الأوامر. لو كنت صادقا فلما لا تساعدني قليلا؟ انتظروا قليلا حتى يجف سطح التربة. والآن قم يا أخضر بجرف القليل من سطح التربة عندك. أتكلمني يا جدي؟ هل قمت يا أحمر بصب هذه المياه؟ لكن كيف أتت هذه المياه إلى هذا الجانب؟ فأحمر لم يبلل سوى الجانب الذي من ناحيته. هذا الاختبار يبين لنا أن المياه تتغلغل داخل التراب. لجأ الإنسان في الفترات التي تخف فيها المياه على سطح الأرض إلى حفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية والاستفادة منها. رائع! وهكذا نسحب المياه من داخل الأرض إلى سطحها بواسطة هذا المولد لنتمكن من الاستفادة منه. التي تسلكها المياه، ولكن كيف يحدث أن تتعرض مياه البحار للتحول إلى بخار ثم غيوم ثم تصير أمطارا ولا تنفد؟ كمية المياه الموجودة في البحار والمحيطات كبيرة جدا، وهناك مقدار صغير منها فقط يتبخر ويصعد إلى السماء فيتحول إلى غيوم. هذا نموذج عن دورة الماء، أي صعود المياه إلى السماء وتشكل الغيوم. إن حركة الغيوم وتساقط الأمطار على الأرض صوب الأنهار الجارية لا تتوقف أبدا، وهذا يعني أن دورة المياه متواصلة. ماذا؟ هل قلت دورة المياه المتواصلة؟ وهل هذه تعني دورة المياه؟
دورة المياه ليست سوى جزء من هذا العالم الواسع. كل الأجزاء تتناغم معا لتؤمن احتياجات الكائنات الحية الضرورية للعيش. جدي، أيمكننا صنع دورة مياه خاصة بنا؟ هل يمكننا؟ بالطبع، لكن بمساعدة حقيبتنا العزيزة. المواد اللازمة: وعاء زجاجي ذو غطاء، كمية من التراب، نباتات صغيرة أو بذور نباتات، قمع، عودان من الخشب، مرشة ماء. أزيل غطاء الوعاء الزجاجي، وبواسطة القمع صب مقدار سنتيمترين ونصف من التراب في داخل الوعاء. حرك الوعاء حتى يتساوى سطح التراب. استعنوا بعودين من الخشب لغرس النباتات في التراب. انتبه جيدا، لقد نجحنا. وإذا رغبتم يمكنكم طمر البذور أيضا. ألم يكن بإمكانك أخبارنا منذ البداية؟ والآن حان وقت رش المياه داخل الوعاء. بعد ترطيب التربة بالكامل احكموا إغلاق غطاء الوعاء. ثم ضعوا الوعاء في مكان يتعرض فيه لأشعة الشمس. والآن يمكنكم الاطمئنان عليها كل يوم. علينا الآن أن نرى ما إذا بقي ماء في الوعاء أم لا. ولكن لا تزال هناك مياه. ولكن لما لم تنفد المياه؟ قمت بإغلاق الغطاء بإحكام. من أين أتت المياه؟ إنها دورة المياه يا أخضر. دورة المياه، دورة المياه، دورة المياه. ما أروع دورة المياه، وهي مربحة جدا. أتدري ما المقصود بالمربح؟ أنا لا أعلم، ولكن ربما يكون نوعا من الأطعمة. ماذا تقول؟ طعام؟ على ما يبدو بدأ صاحبنا أخضر يشعر بالجوع. ومتى لا يشعر أخضر بأنه جائع؟ حسنا، هذه دورة من نوع آخر. دورة معدة أخضر. ما؟ دورة معدة؟ كم هذا رائع. أنا